معانا عبر الهاتف الان طرف مهم جدا، مدير شؤون لاعبين بنادي كبير نادي المقاولون العرب، الكابتن الكبير كابتن حسن الشامي. يا كابتن حسن مشرف ومنور. حبيبي يا كريم وحشني جدا. وانت وحشني جدا، اخبارك ايه؟ الحمد لله يا حبيبي. متابع اللي بيحصل النهارده؟ اكيد متابع، انا عارف ان انت مطلع. اكيد يا كريم والله. اكيد. طيب أكيد فيما نشر بالنسبه لرابطه الانديه المحترفه او رابطه اللاعبين المحترفه اللي نشر اليوم، وكان في انتقادات كثيره جدا فيما يخص التعاقدات في الكره المصريه وتحذيرات للاعبين قبل ما يجوا ينضموا الانديه المصريه، رايك في ايه وانت جوه الحدث جوه الشان فيما يخص اللاعبين؟ انا عايز اسال، عايز اقول حاجه يا كريم. اتفضل. هو اشمعنى في التوقيت ده بالذات بدا الكلام ده يظهر؟ اولا بس الناس برضو بتربط بين الفيفا وجمعيه اللاعبين المحترفين. لا مختلف. اللاعبين المحترفين اللي هي الفيف برو، ده مقرها في هولندا. صحيح. تمام. وهي مختصه بالمشاكل بتاعت اللاعبين. صحيح. عشان الناس بتربط الاحداث بينها وبين الفيفا، لا هي جمعيه مستقله عن الفيفا. تمام. في تعاون بينها وبين الفيفا لكن هي مستقله عن مفهوم الفيفا. تمام. ليه بقى انا النهارده انا شفت التحذيرات اللي هي البيان الناس بيخلي بالك. هي قبل كده كان في بيان ضد اليونان وبيان ضد موزمبيق وبيان ضد وتركيا والجزائر وقبل كده برضو نفس الجمعيه كان في بيان ضد النادي الاهلي في قضيه عبد الله السعيد. تمام. فالتحذيرات اللي انا بشوفها بالمنطق يا كريم وبالعقل، هو ليه التوقيت ده بالذات؟ دي نقطه. النقطه الثانيه، انت النهارده بتتكلم عن اللعيبه المحترفين اللي بيجوا مصر وبتحذرهم من ده. ايوه. هل في لعيب محترف يا كريم بيمضي عقد مع النادي على بياض؟ هل ده منطقي؟ طيب انت عليا، انت لعيب محترف. لا قبلها بس، قبلها قبل ما نوصل لدي، انت بتقول لي ليه التوقيت؟ من وجهه نظرك ليه التوقيت؟ يعني ليه دلوقتي؟ ما انا بسال، انا بسال ليه التوقيت ده اللي ظهر فيه الكلام ده دلوقتي؟ ايه المشكله لو ايه المشكله لو ظهر دلوقتي او امبارح او بكره؟ نفترض يا كريم، نفترض ان في مشكله. تمام. هل ما كانش في مشاكل قبل كده في السنوات اللي فاتت؟ لا كان في، بس ممكن تكون عشان تراكمت المشاكل وتكررت فطلعوا البيان ده. لا يا كريم، بص هو كل واحد بيدور على حقوقه ويتمنى ان اللعيبه تدور على حقوقها بشكل مظبوط وشكل. طب كابتن حسن، اتمنى ان اللعيبه بص يا كريم، احنا كلاعيبه عندنا في مصر، وانا كنت لعيب لسه مبطل الموسم اللي فات. احنا اللعيبه في مصر عندها مشاكل كبيره جدا 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 في فهم اللوائح والقوانين. انت النهارده حتى اللعيب المصري، حتى النهارده بيقول لك اللعيب ما يمضيش على بياض. طب ومين اللعيب اللي بيروح يمضي على بياض الا اذا كان في ثقه في التعامل بينك وبين النادي ده؟ صح. انا راجل ست مواسم ليا في المقاولين العرب، انا بمضي على بياض، باخد حقي وزياده. تمام. لان انا طيب. انا عارف كويس كابتن حسن. بعد اذنك بعد اذنك ما تحطش نفسك انت في الكيس لوحدها. انا بسالك انت كراجل مطلع على كل اللاعبين في الدوري المصري، راجل لك خبراتك في الدوري المصري الان ببوزيشن او بتايتل معين في المقاولون العرب، هل ده ما بيحصلش في الكره المصريه؟ هل انت مش بعض الناس اتفضل انت اكتر الناس اللي عارفني كويس قوي وعارف ان انا اول واحد كنت بطالب بحقوق اللاعبين واول واحد بيتصدر في اي قضيه تخص اي لاعب وتعبت كتير جدا من كلامي مع كل اللاعبين في الانديه وانا لاعب في ان احنا ناسس جمعيه عشان اللعيبه تدور على حقوقها وتجيب حقوقها. بس انت كلاعب انت عندك جهل كبير قوي باللوائح والقوانين. انت مش عارف يعني. انت النهارده يا كريم انا هسالك سؤال. فضل. انت رحت النهارده في القناه اللي انت فيها وشغال فيها، هل ينفع مع احترامي الكامل للقناه وقناه محترمه جدا، هل ينفع اروح اتفق على عقد او ما اتفقش على عقد وامضي على بياض وامشي؟ يبقى انت راجل مش لاقي شغل. فانت لما تيجي للنادي وتقعد مع النادي، طبيعي انت كلاعب كوره بتحط شروطك كامله. صح. والعقد بيتكتب قدامك وبتمضي على العقد 100%. لكن انت، لكن في لعيبه كتير بتيجي، انا بقول لك بقى ده واقع بقى وده من دفاعنا عن الانديه. انا في ظهر اي لاعب، واي لاعب بيتعرض لاي مشكله سواء في الدرجه الثانيه في الدرجه الثالثه، انا بتعرض لده بنفسي وببقى معاهم ماديا ومعنويا وكل حاجه. لكن عايز اقول لك على حاجه، انا النهارده كلاعب رايح نادي، طبيعي عشان اضمن حقي انا بمضي على عقد كامل. العقد بيتكتب فيه نسخ قدامي، بيتكتب المبالغ، بيتكتب الارقام، بيتكتب الشروط، وبوقع على العقد ده. في حين ان انت كابتن، لما تروح النادي تمضي على بياض وتمشي. كابتن حسن اقف هنا لحظه، اقف هنا لحظه عشان عايز اسالك على حاجه مهمه. انت قلت لي انه في لعيبه في الدرجه الثانيه وفي الدرجه الثالثه وفي كمان في الدرجه الممتاز بيتعرضوا لمشاكل، وانت قلت لي ان انت بتقف لهم وبتساعدهم وبتعمل معاهم ده. النهارده طبعا. النهارده جمعيه اللاعبين المحترفين الدوليه، هو ده اللي قالته بالظبط؟ هي قالت ايه؟ قالت وانت رايح تتعاقد مع نادي في مصر تراجع كل حاجتك وتبص على كل حاجتك وتعمل الحاجات دي كلها خوفا انه الانديه بعد كده تتلاعب في هذه العقود. فهو ده تقريبا اللي انت بتقوله، يعني هو مفيش اختلاف. والله يا كريم المفروض البيان ده ما يصدرش من الجمعيه ليه يا كريم؟ لان ده طبيعي اصلا.
انت ما هو ده ليه انا بقول لك يا كريم اشمعنى التوقيت ده واشمعنى الكلام عشان ده الشكاوى الشكاوى تكررت فعشان كده طلعوا البيان ده الشكاوى اللعيب الاجانب يا كابتن حسن اللعيبه الاجانب اللي تيجي مصر الشكاوى تكررت ضد اللي بيحدث معاهم في الانديه المصريه فراح طلعوا البيان ده اللعيب الاجنبي لعيب محترف يا كريم ولا لعيب محترف لعيب المحترف ده محترف هل محترف بالورق بالكلام كده انه جاي عشان جاي من دوله اخرى يبقى ده محترف ولا لعيب المحترف ده جاي وعارف ايه الواجبات اللي عليه والالتزامات اللي عليه والحقوق اللي ليه المفروض يبقى مدرك ده لكن اللعيبه معظم اللعيبه بتيجي مصر اسمع مني بقى يا كريم بيجي مع وكيل لعيبه بينزل اختبارات في نادي خدوا اللعيب ده وشوفوه تمام نفس اللعيب بيمضي على عقده هو قابل بيه وبيمضي على بياض ما انت دي مشكلتك انت كلاعب مشكلتك كوكيل ان انت بتجيب اللاعب وتنزله الملعب اللي هو انت ما دورتش على حقوقك قبل ما تلعب فبعد كده ما تشتكيش يا كريم يا كريم اي حد في الدنيا عشان ما تظلمش الانديه في مصر انا وما تظلمش اللعيبه برضو العقد شريعه المتعاقدين طبعا انا لعيب محترف باجي احط البنود بتاعتي في العقد وامضي عليها خلاص انا قلبي زي الحديد اي مشكله تحصل الصبح خلاص انا عارف المؤسسه اللي انا هلجأ ليها لو حصل عليها شكوى على فكره كابتن حسن احنا كلنا مش مختلفين هم نصحوا النهارده انه اللاعب يدور على حقوقه والنهارده كان الراجل اللي لسه معايا من شويه كابتن صلاح من رابطه الانديه المحترفه المصريه رابطه المحترفين الجمعيه المصريه للمحترفين قال لي انه في شكاوى بتجي لهم كتير من لعيبه محليه لعيبه مصريه فيما يخص التعاقدات مع الانديه وانت وضحت حاجه مهمه جدا دلوقتي ان هو الخطا بيبدا من عند اللاعب مش من عند النادي كريم يعني انت اخويا وحبيبي وعارف ان انا عارف انك صادق طبعا 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 والله يا كريم ما انا عشان كده بالمناسبه يا كابتن حسن انا طلبت تحديدا ان انت تكون معايا عشان عارف ان انت هتقول الامور بوضوح ما عشان انا عايز اقول لك على حاجه كريم لو انت بتتكلم في ازمه اللاعبين فالقضيه في مصر في الكوره في مصر مش ازمه لعيبه مشاكلها مع الانديه فقط لا غير صدقني ده جزء صغير ولو في مشاكل ثانيه اتحلت قبله المشاكل دي مش هتبقى موجوده صدقني يا كريم احنا عندنا ديفوهات كتيره جدا في القوانين وعندنا ثغرات كتيره جدا في القوانين طيب ممكن اسالك للاسف بتستغل بشكل سلبي عايز اسالك سؤال اثر على طبعا سمعه الكوره في مصر عايز اسالك سؤال اخير هل انت شايف انه في طرف ما هو تسبب انه البيان ده يصدر في هذا التوقيت لا طبعا طرف من هنا طبعا من مصر طبعا اشمعنى دلوقتي واشمعنى وبعدين يا كريم انت دلوقتي انت ما بتمسش ما بتتكلمش عن سمعه انديه ما بتتكلمش عن انديه نادي بعينه انت بتقول مصر الهدف الكلام موجه ليه ما حدش يروح مصر مصر فيها كذا 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 اشمعنى التوقيت ده صح ما في كل الانديه يا كريم على مستوى العالم عندها مشاكل طبعا. كل الانديه طبعا. تمام طبعا. بس انت انا خلي بالك انا مع حقوق اللعيبه وان انت تجيب حق اللعيبه ما عنديش مشكله فيه اكيد وهبقى كنادي هبقى في ظهرك ما عنديش اي مشكله صحيح. بس انا بتكلم انت ليه بتخص بالذكر كلمه مصر وما تروحوش مصر وفي مشاكل في مصر فانا اعتقد ان الهدف مش ان انت عايز تجيب حقوق اللعيبه الغلابه اللي من وجهه نظرك لا انا شايف ان الهدف وراه مغزى تاني خالص يا كريم انا اتمنى ان اللعيب ياخد حقه طبعا. وانا قلت لك ان انا من اكتر الناس اللي بتطالب بحقوق اللعيبه مفيش خلاف وحاولت قبل كده ان انا انشئ جمعيه وان الجمعيه دي نعلنها ونكون رئيسها لعيب كوره حتى لو لسه معتزل حديثا عشان نجيب حقوق اللعيبه اللي بتشتكي صحيح. وارد جدا من كل الدوريات في العالم فيها مشاكل صحيح. لكن احنا ايه السبب الرئيسي عندنا ان انت ما عندكش القوانين اللي بتحمي اللاعب وبتحمي النادي وبتحمي الاتحاد نفسه كل طول ما الامور ماشيه كده عينك هيبقى في مشاكل انت هتفضل طول الوقت في مشاكل طبعا صحيح طيب. الدنيا بتتطور يا كريم حواليها بشكل غير طبيعي 100% واحنا بنرجع ورا بسرعه الصاروخ 100% لازم نرجع نفسنا لازم يبقى في قوانين محترمه ما فيهاش ثغرات تحمي اللاعب وتحمي النادي صحيح كمان تحمي الاتحادات نفسها انت النهارده الاتحاد ده مين اللي بينتخب الاتحاد مش الجمعيه العموميه في لجان مستقله لجنه التظلمات ولجنه الشكاوي ولجنه فض المنازعات كلها لجان اصلا المفروض الانديه هي اللي تنتخبها الجمعيه العموميه اللي تنتخبها ما بيحصلش ده يا كريم صحيح. عندنا مشاكل كتير يا كريم صحيح. بنسيب الفرع وبنسيب الاصل ونمسك الفرع صحيح عندك حلو المشاكل الكتير يا جماعه الاولى دي وحط قوانين وحط القوانين تمشي على اهلي وزمالك وعلى اقل فرقه في الدوري الممتاز صحيح. هتلاقي الدنيا سهله وبسيطه لكن صحيح. احنا عندنا مشاكل كتير يا كريم يا كريم ما تزعلش مني فضل. في رؤساء انديه وفي الاتحاد وموجودين في التلفزيون مليان القنوات يا جماعه لا يا جماعه احنا عندنا كوارث فما تجوش تدوروا على
الفرعيات وتسيب الاصول. انا اسف يا كريم على الاطاله، لا ولا يهمك، بالعكس بالعكس، انت عارف ان انا دايما صريح معاك. طبعا يا كابتن حسن، انا بشكرك شكرا جزيلا. كابتن حسن الشامي مدير شؤون اللاعبين بفريق المقاولون العرب. مهم الكلام ده جدا، مهم الكلام ده جدا.